على مدار 3 أيام عقد الاتحاد الأمريكي لرام الله فلسطين في شيكاغو مؤتمره العام بدورته 64، وذلك بهدف مناقشة قضايا الاتحاد ووضع الخطط للعام الجديد. اتحاد أبناء رام الله هو الوحيد اللي بيجمع أهل رام الله اللي هن الأصليين اللي موجودين بالخارج، بنعرفهم مع قضيتنا الفلسطينية، كيف الشعب الفلسطيني بقاسي تحت الاحتلال. احنا كل 4 5 سنين 6 سنين بنعمل مؤتمر بلدنا الحبيب رام الله، بننزل على رام الله وبنخليهم كلهم يشوفوا على الارض الواقع كيف الشعب عايش. هذا وخرج المجتمعون بجملة من القرارات التي تؤكد على دعم صمود أبناء شعبنا من خلال دعم القطاع الصحي وإرسال وفود أمريكية للإطلاع على الواقع الحقيقي لمعاناة شعبنا من الاحتلال الإسرائيلي. بالنسبة لقرارات السنة هذه، كان أهمها القرارات محاولة الضغط على الكونغرس الأمريكي بشكل أكبر، حيث في العام الماضي قمنا بتعيين موظف العمل بهذا العمل، وقمنا بعقد ما يزيد عن 150 اجتماع مع أعضاء الكونغرس. سوف نقوم بمضاعفة جهودنا في هذا المجال في العام القادم، وسوف نركز على القضايا التي تهم قضية شعبنا الفلسطيني. أيضا هنالك مساعدات شعبنا الفلسطيني في المجال الصحي، في المجال التعليمي، وسوف نقوم ببعض البعثات الأمريكية إلى أرض الوطن من أجل الاطلاع على أوضاع الوطن، خصوصا من الصحفيين ورجال الدين والأكاديميين. الكوفية والأغاني الوطنية والأعلام الفلسطينية كانت حاضرة من خلال إحياء حفل الفنان محمد عساف، ليلة فنية وسط عاصفة من الهتافات والتصفيق في أجواء غلب عليها الفرح والحنين للوطن. هي فلسطين هي بوصلتنا، يعني احنا دائما يعني اينما نحل اينما نذهب فلسطين دائما تجمعنا بالمحبة وبالخير وبالوفاء لشعبنا الفلسطيني في الداخل وفي أرضنا الفلسطينية. واليوم هذا نموذج اليوم احنا بنثبته اليوم من خلال تواجدنا مع رام الله كونفنشن لجاليتنا الفلسطينية الموجودة والجمهور العريض اللي احنا راح نقدم له مجموعة من الأغاني يعني الفلسطينية. واليوم احنا كمان تواجدنا انه نذكرهم بفلسطين وبالفن الفلسطيني، يعني حتى اغنيتنا الفلسطينية قديش اهميتها خاصة للجيل الجديد من ابناء شعبنا في امريكا. هذا شيء يعني بالنسبة لي مسؤولية ورسالة لأهلنا وجاليتنا الفلسطينية في امريكا عن فلسطين وعن تراثنا واغنيتنا الفلسطينية والتزامنا تجاه وطننا بالتأكيد. وتأكيدا على ارتباط ابناء شعبنا في الولايات المتحدة بوطنهم، أضافوا أسماء الشوارع والأعلام الفلسطينية ومجسم دوار المنارة في القاعات التي احتضنت المؤتمر. والله إحنا في كل مؤتمر بنحاول نجيب في فكرة فريدة بالنوعها على أساس يتم ربط ما يجري هنا في الولايات المتحدة مع ترابط مباشر من البلد الأم اللي هي رام الله. الفكرة إجت من الشباب الجداد، طبعا بدعمنا إحنا كأكبر سنان، طرحوا فكرة يسووا شوارع رام الله. كانت الفكرة جيدة جدا، بعدين طرحوا علينا ان نجيب الاسود، يحطوا اسود رام الله اللي هي بتمثل الحمائل الاصلية لرام الله، الخمس حمائل الاصليين تبع رام الله. على مدار عشرات السنين حافظ ابناء اتحاد رام الله على هويتهم الفلسطينية وابقوا على تواصلهم الدائم مع شعبهم، بالاضافة الى جهودهم المستمرة في دعمهم في كافة المجالات. من مدينة شيكاغو نال كراجا، تلفزيون فلسطين.